متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تلقى ممتحنون شهادة البكالوريا شعبة علوم تجريبية صدمة غير متوقعة في موضوع الرياضيات. اليوتيوبر المعتر مراد أودية وصف تجربته مع شهادة البكالوريا لتشجيع متابعيه، وقد نوه أن البكالوريا هي مجموعة مواد وليست مادة واحدة، وقد فاجأ الجميع بتحصله على علامات 5 في مادة الرياضيات، إلا أنه نجح وتحصل على معدل 11 في شهادة البكالوريا. بونجور لي زامي، قالوا لي بأنه والو لكم المات اليوم، سي با غراف، سي كوميم أن بو غراف كوفيسيون 5، مي فوالا سي راكم. نو ربي معاكم، بون كوراج، هما يسهلوا المات توجور يوعروها. أنا أقل المات ديت 5، والله ديت 5 أنا في المات، ديت 11 معدل تاع الجنرال 11 31. دونك بون كوراج، دير كيما هكا باش تطلع لهم مورال. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.